الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن من أمارات العقل وعلامات التوفيق أن المسلم إذا انتصف شهر رمضان يزداد في الاجتهاد في العبادة والرغبة فيما عند الله عز وجل، والشح بالوقت الشريف أن يمضي دون كبير استفادة. ذلكم لأن الإقبال على الطاعة نصف الشهر وما بعده دليل على زيادة الإيمان وقوته، إن الله تعالى يقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فبتلاوة القرآن والاجتهاد في الطاعة يزداد الإيمان ويقوى وتعظم الرغبة فيما عند الله جل وعلا. الثاني، إن كون الإنسان تبدو عليه أمارات الكسل والملل، هذا دليل على ضعف الإيمان ودليل على النقصان. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لن يمل الله حتى تملوا. فلا ينبغي المسلم أن يظهر الملل والسعامة والكسل ويتأخر، هذا ليس من أخلاق المؤمنين، بل هو من أخلاق المنافقين الذين يتسللون لواذا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. الثالث، إن الإنسان يدرك أنه إذا مضى أكثر الشهر فما بقي إلا الأقل، فيحرص على أن يجتهد في صالح العمل من أجل أن يعوض النقصان، حتى يعوض النقصان، نقصان الشهر، يكون في زيادة العمل تعويض النقص. هذا العاقل يهتم بهذا الأمر وهذا الجانب. كذلك فإن الناس في ميادين السباق لا يعتبرون بالتقدم إلا بعد نصف الشوط وما يقرب من آخره حتى يحصل النتيجة. أما السبق في أول الشهر في أول الشوط لا يدل على الرغبة ولا على الفوز بالسبق، لكن إذا صار في آخر الشوط يتقدم ويسبق غيره دل على أمارة وبشارة بأنه من أهل السبق وأنه سيحقق الله له ذلك. فالاعتبار بآخر الميدان لا بأوله، وإلا ساعة الانطلاق واحدة، لكن الكلام على ما بعد، ما بعد النصف، ما هو أقرب إلى نهاية الشوط. والإنسان يطمع في فضل الله ورحمته، ثم أنه لا يدري ما يكتب له من الشهر. كم من مدرك أول الشهر لا يدرك آخره، الأرواح يسرى عليها ويراح والآجال مغيبة. يكون عند الإنسان شح في الزمن الشريف والوقت الشريف، يكون عنده حرص على العبادة، ولأنه بالاتفاق أن آخر الشهر خير وأكرم وأعظم من أول، وفي كل خير، فيهيئ الإنسان نفسه ليكون نشيطا في آخر الشهر. أما إذا بدأ بالسآمة والملل والتأخر والكسل فهذا والعياذ بالله جند من جند الشيطان يثبط به الهمة ويحول بين الإنسان وبين الخير، وربما صرفه والعياذ بالله عن الخير. المطلوب التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان والمنافسة في العمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل من القبائح والضراعة إلى الله عز وجل، من يختم بالتوفيق والقبول والسبق. والسابقون السابقون، السابقون في الدنيا الإيمان والعمل الصالح، والسابقون في الآخرة أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين
وقليل من الآخرين. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.